أعتقد أنه الحصانة البرلمانية والقضائية هي سبب من أسباب ساهمت في تعطيل سير العدالة والهروب من عقاب بالنسبة لبعض النواب اللي تشوبهم شبهات فساد. طبعا طبعا كان واحد أختي مهرب والاخر عنده قضايا والاخر ندرى شنو هو، والقاضي يجي باش يطلبوا باش للعداله يقولوا ليه عنده الحصانه يا لوخ، كيف شدوهم؟ احنا اللي يعمل عمله يمشي يدخل برلمان ويعمل حصانه؟ نو جو سوي كونتر، جو سوي بور تنحيوا الحصانه. سنة بالنسبة للقضاة لازم يكون متحسن، رجل قضاء ورجل قانون وما عندناش فيه حتى شك وما عندناش فيه حتى واحد، شكوا في رجال قضاء في تونس سي فوتو لا. اما رفع الحصانه على رجال البرلمان اللي هو عنده 5 سنين باش يعيش فيها فسادا ارفع. بالطبيعه هي هذيك كان ما ينحيون من الحصانه باش يوليوا يتحاسبوا كيف كاي مواطن عادي، هما توا عاملين الحصانه اذا كان يعمل ترافيك ولا يعمل حاجه هكا ديما يتهرب مكة الحصانه نتاعو ينحوا له الحصانه باش يولي كاي مواطن عادي يتحاسب. اكيد حاجه مؤكده، الحصانه هذيك توا معناها هي اللي هي من المفروض حصانه للقيام بمهام، معناها التحميه في القيام بمهامه في اطار القانون، ما باش تولي له بروتيكسيون باش يولي يخرج ويدخل ويمشي لمن يكلمه ويولي الحصانه نتاعو على كيفه، يعني وقت اللي يحب يتمسك بها يتمسك، وقت اللي يحب يقول لا نتمسك بحصانتي نتمسك، ويبقى معناها رهين مثلا رئيس مجلس النواب. ديجا فما حاله نتاع 5 نواب هذوما الساعة اللي ظاهرين تو بخلاف اللي هما محل تتبع قضائي، ورئيس مجلس النواب قال لنا اللائحة هذه نرفضها، ما مكن الغير باش ينجم يخرج. المسألة نسبية لأن الفساد ماهوش مربوط بالبرلمان فقط، معناها الامبونيتي موجودة بارتو في القطاعات الكل وتفشت في القطاعات الكل من ضمنهم البرلمان. الحصانة فيما يتعلق بعمل النائب داخل البرلمان تبقى المسألة شخصية، معناها يتشبث بها ولا لا هنا مرتبطة بإرادته، لكن في المسائل خارج البرلمان إذا ارتكب جريمة ولا ارتكب مخالفة معينة المفروض ترفع عليه اوتوماتيكما، معناها ما يختلفش على عامة الناس وعلى عامة المواطنين. شوف الكلام ذي هو صحيح، معناها واضح وبالاسماء كنت تحب حتى معروفين اسماء من سفيان طوبال وانت جاي، ناس داخله للبرلمان وراها بارونات ولوبيات لتمرير قوانين معناها نتاع فساد ونتاع كذا ولايقاف معناها نشاط الحكومه بيتي عله الحصانه باش ما يتحاسبوش. الى حد الان اليوم رئيس مجلس النواب السيد رجل الغنوشي عنده حالات القضاء طالب رفع الحصانه وما استجابش للشيء هذا، بالتالي انا رائي البرلمان في نسبه مرتفعه منه ناس داخله تفزت في البلاد بمعناها غطاء الحصانه وبتعلة الحصانه، دونك الحصانه هو جرم في حق الشعب. الحصانه البرلمانيه تهرب الناس، هم عاملينها باش يهربوا من الامور هذيا، اما ما عادش حصانه ثم كيف وكيف الناس النايب وقت اللي يحب يتحاسب يحاسبوه، هذا اللي نفهمه. حسب رأيك فما بعض النواب أنه مستغلوا الفرصة كونهم عندهم الحصانة وعملوا حاجات ضد تونس وضد اقتصادنا وضد أوضاعنا بصفة عام؟ بيان سيغ فما وفما ويلزمهم يتحاسبوا. تونس حطوها على الحظير، تونس هلكوها، تونس تبكي. أنا توا هني خرجت ندور في شعب رقيبة فغيمون حزنت هكا مستانسه، تونس مستانسه مزينه ومريقله ومدري شنو، ما فما حد شيء، عبيد الكل تخزن حزينه، عبيد الكل تخيست، جو مي سو مال، تي نبكي عليها انا تونس، نبكي انا نحس روحي فكوها تونس منا، فكوها فريمون فكوها، سوي فريمون تريست. افكتيفمون هذاك اللي صار بالضبط، استغلوا هذا هو تتطلب فعلا تو وقفه حازمه وتنقيح خاص لمجله الاجراءات الجزائيه فيما يتعلق بالحصانه القضائيه والبرلمانيه للزوز. يعني وقت اللي تكون انسان محل تتبع ترفع عنه الحصانه ولو وقتيا. باش ينجم يكون يتم التتبع نتاعو كما انا وانت واي مواطن عادي، كان ثبتت ايدينتو حصانه مرفوعه يتم ايداعه بالسجن ولا تتبعه تطبق للقانون، واذا ثبتت براءته يمشي يخدم على روحه بحصانته عنده. مؤكد الملاجئ كثيره بذات واحد متخبي تحت الحزب والاخر متخبي تحت البرلمان واخر متخبي تحت الجهه والاخر متخبي تحت نقابه، معناها دخلنا المتاهه نتاع ما قبل الدوله، معناها تقريبا
نعيش في مجتمع متشكل من مجموعة كيان مجتمع عشائري قبلي. صحيح موجود ثم ناس متخبية في البرلمان، كيف ما ثم ناس متخبية في الأحزاب، كيف ما ثم ناس متخبية في النقابات، كيف ما ثم ناس متخبية في قطاعاتها المهنية. يكفي باش مواطن معين يخطئ معناها في قطاع مهني يلقى معناها الحق معاش في ذاته، الحق في العدد، الحق مرتبط بعدد الناس اللي تقف في جهة معينة. ينجم مثلا الحق مرتبط بشخص فردي ويدافع على قضية حق، ولكن الأغلبية ضده يخرجوه غلط، وهذا موجود في البرلمان وفي الوزارات وفي الإدارات وفي القطاعات المهنية الكل وفي الجهات وفي الأحزاب موجود. فما مقترح يقول اللي كل نائب أو قاضي تشوبه شبهة فساد تتقدم ضده إشكاية وفي نفس الوقت تتعدى الملف لمجلس النواب، وإذا كان ما نظرش فيه مجلس النواب خلال 30 يوم تترفع الحصانة بصفة آلية. شنو رأيك؟ ولا هذه قوانين حبر على ورق بكل صراحة. أنت شوف حتى في الإدارة تعمل مطلب خلك بعد 15 يوم ما جاوبوكش آليا راهو المطلب انت. دونك شوف هذه كله كلام لكن التنفيذ ما ثماش. صحيح راهو موجود في الدستور وموجود في القوانين وفي الأوامر وفي كذا، لكن مع الأسف الشديد حكامنا وقضاتنا شوية القانون يوظفوا فيه الفساد بكل بساطة. ينجم كحلة يردك، حمرة حمرة يردك، كما السياسيين في البرلمان يسحرك ما عرفش يقنعك بحاجة دي مش مقتنع بها. دونك هذه قوانين موجودة لكن تنفيذها ما ثماش، وثم ثغرات حتى في القانون بكل صراحة. ما ثماش رجال تضرب على الطاولة لتفعيل هالقوانين هذه، ما ثماش أكل جرأة، ما ثماش أكل أخلاق، ما ثماش أكل قيم. في الأخر تلقى عصابات تدافع على بعضها سواء في البرلمان ولا في القضاء ولا في المحاماة. معقول برشا، معقول برشا، رجل في مجلس تأسيسي مكلف باش يحكي في مشكلة اللي لها بالمنطقة نتاعو، مش باش يتجاوز القانون، مش باش يعمل، مش القانون 68 يقول معناها رفع يكون في الحصانة معناها بيكون كيكون في خدمته. ما في تونس ما يدخل مجلس النواب يكفر في ربي باش يقول وش يعمل. ما موجود في مجلس التأسيسي باش تحكي على مشكلة اللي تمثلوا أنت في جهتك، مشكلتك مع صاحبك وخوك خليها البر، سو كيف ما همش أهل باش يكونوا عندهم الحصانة تبقى عليهم القانون كيما يلزم. أنت مع رفع الحصانة على نواب الشعب وكل واحد فيهم يتحاسب؟ أي أنا ما طبيعي كل واحد يتحاسب على خاطر هما ما هما مش قادين هالبلاد والبلاد داخلة في حيط مع الكورونا، هذاك علاش كل واحد يلزم يتحاسب على عطاوا قداش من سنة من 2011 ونحنا نعاني هكا في البلاد هذيا، ما عادش واحد خالط على الخبزة باش ياكلها، يلزمهم يتحاسب كل واحد. يلزم تنقيح المجال الإجراءات الجزائية يكون رفع الحصانة آلي حال ما يتم استدعاء السيد هذاك سواء قاضي ولا نائب خاصة النواب، يكون معناها مطلوب للعدالة في أمر ما معناها يشتبه به، معناها ديما الشك من صالح المتهم، المتهم بريحة تثبت إدانته وفصل 150 مجلة الإجراءات الجزائية نص على الشيء هذا. أما الحصانة هذيك ما تكونش بروتكسيون، وقت اللي ناديله أكل الحصانة في جيبك خليها في براويك خويا وجه تفضل نسمعوك، ما عندك حد شيء بربش يخدم على روحك، شنو المشكل؟ ما قصلوش راسه. مي وقت اللي يبقى الحصانة ديما عنده كيف يناديله قاضي ولا نيابة عمومية ولا كان يقول له ما نجيكش أنا عندي حصانة، ما نجيش أخوي أنا عندي حصانة ما نجيكش. ترى اليوم أنه صعيب على التوانسة أو على المجلس النواب بصفة عامة أنه تترفع الحصانة على النواب وكل شخص أو كل عضو ياخذ العقاب اللي يستحقه؟ الصعيب ياسر باش تترفع، مش لأن المسألة مستحيلة، لأن الأحزاب رافضة أن ترفع الحصانة على منظورها أو المنخرطين متاعها أو المريدين متاعها. يلزم إرادة سياسية كبيرة من جهة أخرى خارج البرلمان، ما نعرفش مثلا ما نعرفش يمشوا في تشريع معين يعاودوا يهيكلوا ما هو سياسي. أما اليوم في الوضع القائم هذا صعيب ياسر باش حزب معين يرفع الحصانة على نائبي، رغم أنها مطلب شعبي، رغم أنها مطلب شعبي صعيب برش. كي طالب انت البرلمان باش يرفع حصان على حزب نفس الشيء، الطالب قطاع مهني مثلا باش يسلم لك احد الموظفين مخطئ، حتى اللي تتعلق بهم شبهات فساد. لا مانيش ضد المبدا، مانيش ضد المبدا، الفاسد المفروض يمر للقضاء سواء نائب ولا مواطن عادي ولا رئيس الجمهوريه، فهمتني؟ دجا مبدا واضح في الدستور هي المساواه امام القانون،
والمساواة تتجاوز ما هو مهنة وتتجاوز ما هو حزب وما هو جهة وما هو انتماء سياسي لكن اليوم من 2011 دخلنا لمرحلة ما قبل الدولة، دخلنا المجتمع عشائري قبلي عروشي حزبي، فهمتني ولا؟ معاش المؤسسات اللي تحكم الدولة ضعيفة، الدولة بدت ضعيفة والناس الكل تتجاسر عليها، الدولة ضعيفة، المبدأ موافق على طول الخط، المفروض عشرات النواب موجودة في البرلمان المفروض يتعدوا للقضاء. هل هذا يعني أن مجلس النواب فقط هو اللي يحوي معناها الفاسدين؟ لا، الفساد موجود في الإدارات وموجود في الوزارات وموجود في الجهات وموجود في الاعتصامات وموجود في عشرات الأماكن. نجموا، علاش ما نجموش؟ شنو اللي فهمها؟ نجموا نرفعوا الحصانة على النواب وخليهم يتحاسبوا وكل واحد يشد بقعته، فمش حد على راسه وريش، الناس كلها الناس اللي يعمل عمله يلزموا يتحاسب، يعني با كيستيون يلزموا يتحاسب. ينرفعوا عليهم علاش؟ تتنحى الحصانة هذه جملة، معاش نحبها الحصانة جملة، يتحاسب كيف أي مواطن بالنسبة لي.